صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شايفين يا جماعة حاجة كده آخر جمال وحلاوة. الفسيخ ده لازم يتصور، الفسيخ بيخر ده من كل ناحية. شايفين حاجة كده آخر جمال، حلاوة، طعامة مش قادرة أقول لكم. أهل في الفسيخ، الفسيخ ده عمال ينزل دانة. شايفين حاجة كده أنا ما شفتش بصراحة فسيخ بالجمال ده. تسلم ايد اللي عامله يا رب كده ويجعله بالهنا. اللي مش هياكل من عند الشيخ من ده ما كلش فسيخ، الله يتقال يعني. حاجه كده مثل رباني وانا عارف اللي هياكلها. وطبعا انا بخلي الفسيخ ده لاي زبون بيجيني فريش، يعني ما بيرضوش ياخدوه في الفريزر، هما بياخدوه على طول كده. شايفين حاجه كده، بصوا مش قادره اقول لكم بقى الجمال والروقان والحلاوه. وطبعا انا ايدي حلوه وايدي متعقمه يا جماعه، زي ما الدكتور قال بتاعتي ده متعقمه، ميه وملح قبر. شايفين لو لو اكبر على الجمال وعلى السمنيه اللي في الفسيخ. الله اكبر، لو اكبر حاجه كده اخر جمال. واللي مش هياكل من عند الفسيخ بقى المره دي بجد بجد بجد، انا ما شفتش فسيخه زي ده. انت ما جبتليش العلبه، ما شفتش فسيخه زي الجمال ده. حاجه كده يعني مش قادره اقول لكم جمالها وحلاوتها وطعمتها. ويجعلها بالهنا والعافية يا رب. وطبعا ده بياخد من عندي مخلة على طول. انا على فكرة احسن واحدة في نغرور النهاردة تاخد من عندها احلى مخلة، يعني احلى مخلة تاخده من عندي. حاجة كده بنضافة، عمايل حريمي مش رجالي. شايفين الجلدة؟ وعلى فكرة الطريقة بتاعتي دي جميع اليوتيوب بتعلمها، والحمد لله يعني مبسوطة. لأن الأول ما كانوش بيعرفوا يفتحوا الفسيخ، ستات البيوت كانت بتدمرها، دلوقتي قعدوا بيتعلموا. واللي احنا بنعمل زي كام واحد طبعا الفسيخ اهو. بصوا يعني مش قادرة أقول لكم بقى، يعني الراجل ده أنا وعافية يا رب، يجعلها بالعسل بالهنا والعافية يا رب أمه، ويجعلها سكر في بوق اللي ياكلها في حق جاي النبي، ويجعله يوم حلو عليك كده. شوف بقى، تروح تدي دي هديه لمراتك النهارده، يا سلام احسن من سلسله ده. لو مودي لها سلسله ده ومودي لها لعلبه الفسيخ هتقول لك هات لي لعلبه الفسيخ. احلى من السلسله ده. شايفين؟ حد يرد عليا كده؟ لو جوزك جايب لك ده، جايب لك غوشه ده، هتقول لك هات لي ده. انا وعافيه يا رب، وجعلها بالهنا والعافيه. احنا في سخان البحار نغروه، هنا مدرسة الثانوية، عندنا جملة وقطعي، عندنا كل اللي انتوا عايزينه. اللي عايز ربنا يكرمه بياخد من عنده الحمد لله، والحاجة زي الفل عين. ويلا اقول لكم كده كفاية، ويلا سلام. استنى اقول لكم